ازيكم؟ واحد من احسن التمارين اللي ممكن تعملها عشان تكبر عضلات رجلك او تبقى تخليها مور ديفايند او يبقى شكلها متشرخه، طبعا بعد ما تعمل دايت بيظهر شكل العضله، اللي هو البلغاريان سبليت سكواتس. بلغاريان سبليت سكواتس ده من اهم التمارين للرجل، يعني ممكن ما تعملش غيره وبرضه تلاقي فيه تقدم. فهوريكم التمرين دلوقتي، اسمه بلغاريان سبليت سكواتس. اول حاجه همسك الدمبلين كده، تمام، هرفع رجل على البنش ورجل هخليها تحت. دلوقتي لو انا خليت رجلي لورا شويه زي كده وقوم نازل، واحد لحد ما رجلي تبقى 90 درجه مع الارض كده. انا تركيزي على الكوادز او على الاماميات، عضله الرجل الاماميه. لو طلعت قدام شويه كده انا تركيزي على الهامسترينجز او العضله الخلفيه، قوم نازل 90 درجه وطالع. بطلع بكعب رجلي لو انا عايز اركز على العضله الخلفيه او الهامسترينجز، وبطلع بوش رجلي لو انا عايز اركز على العضله الاماميه. طيب هعمل الرجل التانية برضو عشان اوريكو هيبقى بالشكل ده. انا دلوقتي عايز اركز على العضلة الامامية لاني بعمل تمرين تاني للعضلة الخلفية او الهامسترينجز. دلوقتي اركز على الكواد. وهكذا.